الو سهلا، مرحبا من جديد. شوي اخر نكملوا مع القفايفه نتاع سيدي رمضان. كلمونا ووصلوا معنا وهزوا معنا وذن القفه. خلينا قبل هذا الحقيقه وبديناه والموضوع نتاع الكسيسه وكتحل هوني ومازال ماشي، ما نعرفوش المآلات نتاعو وين تنجم توصل. شفنا المكلفه بالاتصال في وزاره الشؤون الدينيه زميله نجات الهمامي اللي تربطنا بها علاقات طيبة جدا وتعاملوا بعضنا منذ سنوات، اللي قلقت وهبطت برشا كلام. سي محمد عندك ما تعلق على هذايا، لأنه حتى نجات زادة تربط بها علاقة طيبة. لا أنت سألتني سؤال وكتفتني وفي الأوف، قال لي ما تطولش. ذكرتني في زميلة في إذاعة شقيقة استدعتني في برنامج مش نعلق على الأخبار، كل ما تسألني سؤال تقول لي نظرا لضيق الوقت. قلت لها أخوها نصيحة من عندي، يعني أقدم منك، ما عادش تستدعى حد، أعطي الأخبار وعلق وحدك. طبعا من نهارتها ما عودش استدعاتي. لا لا ما تربطنيش علاقة لا وطيدة لا حميمة، لا حاجي جتني لا بعثتني عمرة، ولكن ثم احترام متبادل وتعاون من طرفياني، لأنني عمري ولا قصدت في حد شيء لا مهني ولا شخصي. ونهارت اللي نحاها وزير سابق محمد خليل وحدي تطوعت للدفاع عنها، لأني اعتبرت أنها تظلمت. أنا ما قريتهاش الجريدة اللي كتبتها الحقيقة، معناها شوية تنظر اللي عندي نحب نصرفها في حاجات تفيدني، نقرأ بها شوية قرآن في شهر الفضيل أهم لي من اللي نقرأ معناها كلام. ولا تو تسب في أحمد عظوم، يعني بعثت لي بقو نوار كنت نحكي لك في الكرونيك، هبطت فيها مدحية رجل والرجال قليل، وتو ما عادش رجل والرجال قليل، تو ولا سي إبراهيم الشايبي هو الرجل الوحيد في البلاد، هيك هو يعني أموره واضحة معناها مريقل. مش فيكم ما تكلمتوش؟ علاش ما كذبتوش؟ علاش ما قلتوش شو اللي صار هكاك؟ لا الوزير قاعد جات الدولة عطاته كهرباء إكسيس، هناني قاعد توا عندي 52 عام الدولة ما تهبط لي كان سخط على راسي. فما وزيرك وقاعد الدولة تعطيه كهرباء؟ راهو مطالب ومكاتيب ومراسلات، وأخلاقيا من وقتاش الوزراء عنا يتهززوا بالكراب هذم؟ قبلوا أنور معروف في كوسانك هذا فكرها ب 400 مليون في وقت بن علي، ماكم تحكيوا دولة فساد واستبداد، عنده مرسيدس كحلة نقطة ارجع للسطر. شو الباب اللي تحل هذايا؟ قال شو مو الديوانة تعطي؟ تعطيني لياني الديوانة كي تعطي خي هكاك؟ وباش عملنا فيه حق الراجل؟ وحتى حد ما جاوبك الأوراق كيفاش تبدلت ملكية الكهرباء كيفاش صارت؟ حتى حد ما جاوبك. فما تحقيق قاعد تصير، فما قضية جارية، تحقيق مفتوح في الاثناء كيك. لا وكلتي يتطوعوا يدافعوا، قال لك ما هو الديوانه وكي تحجز مش جبت التلفزه ما خلصت ديوانتها مشات بعتها، هذه كهرباء مامنه عند الديوانه وفما تحقيق مفتوح. تجي انت معناها تعطيها الوزير؟ راه وزير الدين ما عندي حتى مشكله معاه، حتى مشكله معاه، لا هو صديقي ولا هو عدوي، بالعكس اهدالي الكتب نتاعو. تقابلنا صدفه قبل لا يتعين وزير بشويه، تقابلنا في مدينه الثقافه في معرض الكتاب الوطني يظهر لي وهدالي كتبته. المساله ماهيش شخصيه، خلنا نفهموها مساله مبدعيه، يا نخدموا صحفيين يا نخدموا صبابه وقواده. انا اخترت نخدم صحافي نقطه ارجع للسطر، ملحقه اعلاميه تخدم وتلتزم في حدود العمل نتاعك، مش تولي تعطي في الدروس لينا. بربي خلينا نقرش قاتلت فيك هذايا بتاريخ 22 جمال 2021 مع السيد احمد عظوم القاضي الفاضل وزير الشؤون الدينيه وصديقي العزيز. سبته في اللي كتبته البارح، سبته. بربي خليني نكمل نقرا سي محمد للناس اللي مش قاعده ترى. محمد بوغلاب، انت تعرف كم كم اكن لك من التقدير والاحترام، واعتبرك رجلا فذا في وقت قل فيه الرجال، ومن لا يعرفك بجهل معدنك الطيب. انت وصديقي حسين بالوعر قدم له تحيه كبيره، ربي صلوحة الله يرحمه ينعم، ربي يشفيك صلوحة. انت ابن بار بوالدته وغيره وكلام هذايا، وهبط التصويره معك مزوز بلاتو هذاك في نسمه، بلاتو في نسمة. اي لا بلاتو، البلاتو في نسمة وقتها، بلاتو في نسمة. على كل لا سبت احمد عظوم وهكاك يعني من الحيط. انا كي ذكرته ما ذكرتش يعني كي كان في وزارة الشؤون الدينية، اعطيت مثال قلت كي شد وزير املاك دولة في حكومة باجي قايد السبسي، يعني لوات عنكوش المعلومة لا قلتها ووظفتها، يعني افترات على الراجل، عيب راهو عيب، يعني يا تقول الحقيقة يا تسكت. ما جاوبتوناش في الاخر كيفاش خذاها الكسيس، جاوبتوناش ما جاوبتوناش.
ما هواش راهو رزق ما غير مالي، ما هواش رزق ما غير مالي. تو انا استفتي قال لك ودي وانا بعد شهرين تبيع. انا الان اللي نعلمه اللي بعد 3 سنين شو بعد شهرين تبيع؟ ما في الديوانه راهو ذا وقتاش نحكيوا على البيوع وقت اللي ما فماش لا قضيه لا فم معناها تكون فما بروسيدور بالقانون. يا امين بالفلاق يعني جبت هالفاشكه هذه باش يقول لي تخلص عليها 3 ملي، يعني يقول له ما عنديش يحجزها عنده، يلزم نخلص الديوانه باش نخرجها من عندهم. ما خلصتش فما اجال ما تجبش تكون شهريا. اللهم منا بالغوره ولات يعني انا اللي مبهتني توانسه يتطوعوا باش يقولوا الديوانه عندها الحق تفك رزق التوانسه. المهم ايش ضد السيستم ما راتوش عين الشيء هذايا. اما الفيشكة ذي لا مش بال هذه من غير لا يا سيدي الفيشكة هذه الفيشكة ذي يا مدام رفيق هذه سيده رفيقه بوسه على جبينها لان من المعموره والله وحدها جيت من الدار وقالت لي انا نحب نسمعه وصادق ونحس صدق في صوته. قالت لي هذه امانه وصدق. هذه جزء من تربيتي يا راو. اللي يمرض عنا عند حبيبه اللي يمرض الكل مهما كان المرض تصب له معناها الزهر على راسه. هاي جاتك يا سيدي من معموره والله ريحتها فاوحه. خلينا نشموا شويه خلينا نبدلوا شويه الوكس اللي قاعد صايرنا لهنا. يعيشك يا رفيقه وان شاء الله رمضانك مبروك وعيدك مبروك وكان ثم شويه ما ورد ما تنساش. توا اللي خذاك اكسيس ما حاسبوا حد مش تحاسبوني على ما ورد وما طلبتوش لا من الدوله لا من الديوان لا من وزاره الدين. سيدي حلتوا انتوما ان شاء الله ربي يتقبل منكم. اي لا يجيك من عند رفيقه معمر ولا مش توا مازال الوقت ما ورد اما شويه اخر كي تيح العطرشيه تو ندبر لك شويه عطرشيه وما ورد هكا جيت نكبوا. نحكي لك على الحجه لاني رفضت نمشي سرجيتك ممتاز. لا مش من الوزاره من سفاره السعوديه يلزمها نهار على خاطر الحكايه صار فمك الحاج ممتاز وكونفور في البرود ما تراش بما فيه وزير الدين هذا ما يصرف حتى فرنك ويمشي ويدخلوه يحطوه في امبيلونس باش يطلعوه يعني العرفه غادي ما يشقاش باهي هو يحج مع سائر المؤمنين الحج ب 20 مليون السنه يا شعب يا عظيم ب 20 مليون حتى باش واحد يمشي للحج صعبتوها وسكرتوها في وجهه. انا الحقيقه لو كان جاتني الحاجه والله نمشي منك كيف لا ما مشيتش انا والله ما عرفتش علاش لانه قال لي استنى شويه لبرا استنى قلت له وين؟ قال لي لبرا هذا في مكتب يعني الاولاني كي تدخل سفاره السعوديه قلت له قال لي 5 دقائق نلقى جمال البرقاوي زميلنا من جريده الاخبار هو مازال حي حسبت له بالبورتابل 7 دقائق ودخلت له قلت له فاول 5 دقائق استغربها مني قلت له هات باسبور قلت له كان الدخول للجنه يتعدى بكم انتوما اني نحب ندخل للنار لطف عليك هاي سيدي خذ شد الزهر نتاعك خويا خلينا باش نمشي وتتصوي لا ما نلقاه عند ابراهيم الشايبي في المال تاع الكسيس كبير ولا محل خلينا نتعداو فصل صغير وباش نمشيو حاضر التليفون اي به خلينا مالا نكملوا القفيفه نتاعنا سيدي علي تود سويت خلينا نمشيو قفه سيدي رمضان وذن القفه برعايه سكودال تون البحور هريسه الساحليه وطماطم منتوجات الوطن القبلي. القفه نتاعنا خديجه من قربه باش توصلها لجارتها. صباح النور خديجه مرحبا بك. بخير نهار جميل شنو احوالك؟ بيان الله يخليك يخليك يا منى عايشك ربي يفضلك. القفة قلت لي باش نحب نوصلها لجارتي. اي تفضل. والله هي المرأة زوالية والكل تحشم حتى باش تطلب الكل وليت انا طلبت قلت خلينا نمدوها هي بالقفة هذه نتاع سيدي رمضان. الله يخليك ان شاء الله ربي يبارك فيك وشكرا ليك ووصلت القفة نتاعك موجودة تتعدى تهزها ولا نوصلوها لك كيف ما انت تحب وان شاء الله نوصلوها لي خاطر ما عنديش باهي سيدي تنسقوا نوصلوا لك القفة زاد ما فيها باس. الله يخليك شكرا جزيلا يعطيك الصحة بارك الله فيك الى ما سلامة. انت هذه قفة رمضان وذن القفة برعاية سكودال تون البحور هريسة الساحلية وطماطم منتوجات الوطن القبلي. ولا هكا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم شكرا لحلومة سيد علي سي محمد غدوة الحيط نعلقوا على
احنا شرنا ان شاء الله المناخير توحشنا البلاغات اللي موجودة. وينو سيد رئيس؟ اين سيد رئيس؟ ولا قولونا طمنونا يفضلكم على سيادة رئيس الجمهورية. رأوا مهمة اليوم في ظل عدم وجود رواية رسمية تكثر التأويلات وتكثر الإشاعات والكلام يغال. سي محمد خلي غدوة خير، خلي توفى اليوم على خير أي. وبموجات إيجابية بالفاش كم تاع الزهر أي. وغدوة خير غدوة معناها إن شاء الله غدوة خير إن شاء الله. إن شاء الله نسمع الأخبار الطيبة. مرحبا بكم الناس الكل على كابا فام. نتلقى غدوة في نفس التوقيت. باي باي.